نروح لتصريح تاني وكان الكلام كله عن بن شرقي الفترة اللي فاتت وتوقيع بن شرقي للنادي الأهلي، وهل بن شرقي هيرحل عن نادي الزمالك هيكون متواجد مع النادي الأهلي. خلينا أقول لحضراتكم، اتكلم سعد شلبي عن الموضوع، المدير التنفيذي طبعا للنادي الأهلي، حوالين موقف الأهلي من التعاقد مع أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك. وقال سعد شلبي: هل يتفاوض الأهلي مع بن شرقي؟ اتسأل السؤال ده فقال إن سوارش موجود من فترة قصيرة جدا ولسه ما حددش احتياجاته، لسه بيتعرف على الفريق، بيشوف ايه اللي ناقصه، ايه اللعيبة اللي محتاجها. واضاف كمان ان القرار في يد المدير الفني، والاهلي حريص على تلبية طلبات المدير الفني ريكاردو سوارش. وكمل كلامه وقال ان في اجتماع ما بين محمود الخطيب وما بين سوارش، وهيكون في كلام على جزئية بن شرقي، والكابتن محمود الخطيب كان حريص ان هو يكون موجود في اجتماع مع سوارش عشان يناقش ثلاث محاور، بداية من تقييم اللعيبة المعارين، مين هيتم الاستعانة بيه في الموسم اللي جاي. النقطة الثانية معرفة احتياجات المدير الفني، محتاج ايه، هل محتاج لعيبة اجانب، لعيبة محليين، اللي احتياجاتك شكلها عامل ازاي. النقطة الثالثة كانت معرفة رأي سوارش حوالين اللعيبة بقى المرشحة للانضمام للنادي الاهلي. ويشوف الراجل بيتكلم ان انا يعني الاستاذ سعد شلبي بيتكلم، قال ان بن شرقي هو ما نفاش على فكره الموضوع، يعني على ذكر يعني الكلام، هو ما نفاش ان انت النادي الاهلي بيتفاوض مع بن شرقي. هو بيتكلم ان هو سوارش الراجل بقى بلوش لسه 3-4 ماتشات مع نادي الاهلي، هيتكلم اكيد، بيشوفه اكيد. سوارش على فكره تابع بن شرقي في مباراه الاهلي والزمالك، ويمكن ممكن يكون هيتفرج على بن شرقي عشان يقدر يقيم هل هو من ضمن احتياجاتي ولا لا. ده الكلام اللي قاله استاذ سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي. ولسه هيكون في اجتماع ما بين الكابتن محمود الخطيب ومع لجنه التخطيط وشركه الكره عشان يكون بيناقش فيها كل المحاور اللي تم عرضها او تم الحديث فيها مع ريكاردو سوارش المدير الفني نادي الزمالك. وتفاصيل كتير اكيد، في لعيبه كتيره جدا على فكره معارين من النادي الاهلي، لسه هيتم الحسم في فكره مين راجع مين مش راجع، مين هيتجدد اعارته، مين اللعيبه كمان اللي هترحل عن النادي الاهلي. في كلام كتير قوي في الجزئيه دي وتفاصيله كتيره جدا. ولكن في جزئيه بن شرقي اللي انا بتكلم فيها والتصريح اللي على بن شرقي، ان الراجل ما نفاش ان وارد يكون في مفاوضات ما بين مجلس اداره النادي الاهلي وما بين بن شرقي، لسه مستنيين رد سوارش، هنشوف الكلام هيكون شكله عامل ازاي خلال الساعات اللي جايه.